صباحه صباح يا سيدنا. ايوه هو ده استباحة علي روي. احلى استباحة في الدنيا. تعال يا صاحبي الدنيا. صباح الخير يا روي. صباح فل يا راشد. صباحه. اصحى يا منطقة لينا، احنا جينا. صباح. قابل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشغل. تلاقي لي وش كده يا عسلية؟ عايز ايه يا علي على الصبح؟ بعرف انا استقبالي. اهلا. شفت فريق الطنطط قدامك ولا ايه يا عسلية؟ متأخرة يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ انتوا فوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد يا عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حاضر بالظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركب يا ست الكل. يوه الله. عسليه ده، انا بركبك ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسقط يابا. يا علي راشد يلا. انا انجز بس البنات. سلام سلام. خلاص وجريتها عندي. خلاص يا ست البنات. تمسك اجرتها. خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عندي. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ ده عينه مني وده عينه مني. الله يا ازرقاتك. يا وحشني الوتد. ادخل يا اخوي. الله. بقالك 3 ايام غطسان، مالكش حد تسأل عليه؟ أنا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. ده الله ابن عمك واقف، هي شقاوة قلة قيمة. صاحبي ومني وابن عمي، وأنا ابن عمي على الغريب. ضربة في قلبك. أنا بقيت غريبة دلوقتي. بيهزر يا ستوب، إحنا ما بنستغناش برضه. إزيك يا راشد؟ إزيك ست الكل؟ بركة إنك جيت. مالي؟ أنا على لحم دماغي من الصبح، بقالي 3 أيام. 3 أيام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرى ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانيونك. ايوه ايوه. عمر احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه وعلبتين اجنبي 50 جنيه و20 فطار و10 قهوه يتبقى كام؟ 600. احلى 600. 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رولي بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثق براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. الو
الو كان اي سبيك تو سو ايه ده؟ انت بتورتون؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتون على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا عاوزه اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهمه حاجه منه خالص. الو هلو يس سير اي وونت تو سبيك تو سوها بليز. نو مدام نوت هير. وين شي از جوينج تو بي باك؟ شي ويل بي ات هوم افتر 2 hours. اوكي كان يو تيل هير ذات اي فوند هير. هو سبيكينج بليز؟ اتس مستر جو. مستر جو هو ار يو؟ ذيس از Sally, her servant. Okay, dear. Please don't forget to tell her. Okay. It's urgent. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally. Sally, I want the blue formal suit. Hard. And he blue for you. And we two. معلش حبيبي حقك عليا جوعتك. لا يا ابني كان الله في عونك، كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه اكلها. ما انا عندي اغلى منك، اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نجوزك على طول. مش لما نجوزك انت الاول؟ هتجوز هنروح فين يعني؟ بسم الله. قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك؟ والله يا حاجة شغلانة زي الفل وقرفتها زي العسل، منك بس راضي عني. والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل. ادوني عربون 2000 جنيه. استفدت معاهم بقى لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده. حتة ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانة، ما اتكهربش في باريزة قبل كده. والله العظيم. بس هنعمل إيه بقى؟ ما هو مش تربية لسه جميل الكهرباء. أنت بتجاملني يعني؟ ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك. الو عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ وحشتيني. على ميعادنا طبعا. انت ناوي تزوغي ولا ايه؟ لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غالي. ماشي يلا مع السلامه. ايه؟ انت خارج؟ وانت يعني مش سامع؟ عليك يا راجل. مش سامع، ما انت عارف اني خارج. ربنا يهنيك يا ابني. وحاج بالي امتى؟ تصبر بس على ابنك، الصبر جميل يا عم جميل. انت عارف انك بيحب يتأنى. ليه؟ خير البر عاجله. اذا كانت حلوه وعجباك وشبهنا كده يعني، يلا اتكل على الله وربنا يوفقك. حاضر يا باشا، حاضر. حاضر يا كبرنا. تشرب شاي؟ اشرب شاي بس كده. خلص اكل واعمل لنا الشاي. مش دلوقتي يعني؟ ايوه. ماشي. الشاي الاخضر يا مدام. ثانك يو يا سالي. تأمريني بحاجه قبل ما امشي؟ لا يا حبيبي. فيكي ايه من دول؟ متغيره كده و... فيكي حاجه؟ Are you in love؟ لا لوف ايه بس؟ مفيش الكلام ده. انت هتتكسي ولا ايه؟ وبعدين حتى لو ان يور ان لاف مش هتعرفي تخبي. It's showing, you can't hide it. You're glowing. ايه؟ ايه glowing دي؟ انا بقالي 5 سنين انا اول مره اسمعها. Glowing يا سالي، يعني you're shining، تلمعي. بلمع؟ حبيبتي من جوه طالع على بره. بص حضرتك زي ما انت عارفه انا من منطقه شعبيه، والناس اللي زيك بيعرفوا احوال الناس من غير ما يشوفوهم. احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين. يا شيخه طيب روحي اعطيني المحفظه. اتفضلي. ثانك يو.
ايه دول يا هانم؟ دول كادو مني عشان انا I love people who are in love. شكرا يا هانم والله مغرقاني بكرمك. بقولك ايه؟ Our life is short, okay؟ هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير بس مش هنحب ناس كتير. So if you're in love وهو مخليكي مبسوطة ومش على بعضك كده يعني امسكي فيه، okay؟ حاضر حاضر امسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. Good night حبيبتي، اشوفك بكرة. Good night. الوحش اسكت يا اخويا، دي بقت حاره لا فيها نخوه ولا جدعنه. وبعدين بقى فيله القيمه دي؟ ربنا يستر علينا، انا مش صعبان عليا في الليله دي كلها غير البت عسليه مبطوطه في النجاسه اوانطه. تسلم الايادي يا كبير. عسل شكرها. تحب شطة؟ ها؟ لا أنا من غير شطة. بص بقى ست، زي ما بقول لك أنا راجل كسيب وصنعت مكفي وأقدر منها أفتح بيت. طب وأنا مالي؟ طب بقول لك يا بنت، أنا عايز أعيش معاك. تعيش معايا إزاي يعني؟ أعيش معاك إزاي إيه؟ عايزك حلال يا بنت. إيه؟ كده السكوت علامة الرضا؟ حسن، في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الأول. أنا عايشة مع فطون أختي الكبيرة ولوحدينا، زي ما أنت عارف أنا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس أنا معايا إعدادية. تعرف إن أنا كنت جايبة مجموعة 98؟ كنت الأولى على المنطقة كلها. كان نفسي أبقى دكتورة، دكتورة كبد عشان أعالج أبويا وأمي الله يرحمهم. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسه وقالت ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزه تصرف عليا وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن، لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتوره. بس يا مدام سهى وابنها ما بيتكلموش غير انجليزي وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحده شافتها في حياتها. تتجوزيني ولا لا؟ حسن، في حاجة مهمة أنا ما ينفعش أخبيها عنك. مالك يا سلام فيه؟ أنا والله العظيم عمري ما عملت الغلط. بس فتون خلاص. ولا يهمك. أنا ما يهمنيش غيرك. مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. أنت بتاعتي. هتشوفي. يا باشا يسمع تعرف. طب قول ايه الاسم يا باشا؟ لا اله الا الله. طب كنت كلمتوني انا كنت قلت لكم يا باشا والله خطوه عزيزه. يا باشا يا صفو تيجي معايا عزمه دي؟ اهو انا جاي اهو. كان على هناك. ايوه يا بنت مش حاسبه يا بنت. يا عم يلا غوري.
والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا. الله 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 الله. انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم اثنين ليمون. ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره؟ يا ستي في ايه؟ مفيش حاجه حصلت لكل ده. ده عيله صغيره خبطتها. في ايه؟ عيله صغيره خبطتها ولا طول؟ وانت بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوته والكهن اللي انت فيه ده. ربنا يسامحك. هيسامحني يا اخي؟ هيسامحكم انتوا بقى ازاي؟ قصدك ايه يا فتحية؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحارة كلها، وكل شوية راجل داخل وراجل خارج. انت واختك الشمال. انت قليلة الأدب يا فتحية. انا عليك لا بحبك. علي ما تصحى يا راجل. يا خرابي ده انت مش نايم، انت مغمى عليك. ما تصحى يا علي، في خناقة بره. يا بنتي يا فتون، الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا. يا نهار اسود. ايه عسليه؟ حاسس انت بقى انت ايه موتيها ولا ايه؟ بس ده كهن الاسود يا عباس. انت ده كهن الاسود. بس يا بنتي يا مفتر العين. اوعى يا ولد، اوعى يا بس يا بتاعت الرجاله. خلاص يا مروه، خلاص. جري علي يا رول. انا علي رول اللي بناها كلها تعرف مقام ومحدش يقف قدامه، واللي يشوف حاجه يجي وانا اوري مقامه. من النهارده بتكون دي خطيبتي وهتبقى مراتي، واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمه ابويا. المطوه دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتصفر بوشوشكم. يلا مات الكلام. يلا 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 عليك. يلا عليك هو. يلا رشد الحكومة قفشته في اسلوب الله. خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك. يلا وش يا الاسمر قوة. اخيرا اتجوزت، ما بقاش ناقصني حاجة، حدش له كلمة. استغفر الله العظيم. ملك يا بيت، مش هتقولي لي مبروك؟ مبروك؟ مبروك على ايه؟ على الجرسة؟ هو انت ما بتحسيش؟ حيلك حيل، هو جواز جرسة. ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل. هو مين ده اللي مسجل يا بنت؟ هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق. يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغ في سيرتنا. منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا. يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل؟ ما انا خلاص هتجوز، وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستك. جواز؟ وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك؟ الا علي. علي ده سيد الرجاله، لما يقول كلمه ينفذها. ده بلطجي يا فتون، بلطجي ونصاب. بحبه بجد ومالكيش فيه. طب وانا؟ انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي؟ وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك؟ يا بنت ده انت خدامه. يلا راشد اهو. ازيك يا متولي؟ ازيك يا متولي؟ كل سنه وانت طيب. مساء الخير يا باشا. اهلا يا استاذ حسام. عمر هو راشد وبالعيله ممسوك في ايه؟ بيبيع ورق مضروب قدام وزاره الصحه للناس اللي داخله تعمل تحاليل، وكان معاه واد اسمه علي. الاستاذ اللي قاعد هناك ده واحد من اللي اتنصب عليه وعوره بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني مفيش شهود؟ لا مفيش شهود. خلاص يتنازل ونمشيها صلح. اهو عندك اهو، اقنعه بقى. تسلم يا باشا. اتفضل. حسام المهداوي المحامي. الف سلامة. بقول لك ايه؟ ما تيجي بره الياسر يتكلم كلمتين. كلام ايه؟ انا ما عنديش كلام. انا اللي عندي قلته في المحضر. تعالى يا صاحبي سلامتك بس. معلش تعالى نجمع. معلش سلامة. معلش ايه اللي حصل ده؟ دل على السلامة يا صاحبي.
خبر ابيض، ايه اللي حصل ده؟ خش خش سيجاره. ما بدخنش. الله ليه كده؟ بص يا ابن الناس، انت شكلك غلبان ومش بتاع مشاكل، وانا عايز انصحك لوجه الله. ايه ده؟ غير 100 جنيه اللي خدناها منك الصبح، هتدخل القسم وتتنازل عن المحضر بالساهل، مفهوم؟ انتوا مخرجيني عشان تهددوني بره باب الجسم؟ لا 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 سمح الله، احنا ما بنهددش حد. ولا هشقك نصين لو ما نفذتش الكلام بالحرف. قبل ما تفكر شوف بتعمل مع مين. خد بالك ده انا هوا ما بتفرقش معاهم. انا ممكن اعمل محضر تاني واقول ان انتوا بتهددوني. اسمع اللي جوه ده لو ما باتش الليله دي في بيته هزعلك وزعل امك عليك، فاهم؟ يا ابن الناس دي جدعان، اكسبهم بدل ما يحطوا عليك. يا ناس انا اتضربت واتبهدلت واتعورت وكمان عايزين نتنزل عن المحضر، ده حرام. معلش يا صاحبي معلش، الحمد لله على السلامة. يلا خد ال 100 جنيه. يلا يلا يا حبيبي يلا 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 الحمد لله على سلامتك. ده شطان، تعالى بس تعالى 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 يا صاحبي تعالى. الحمد لله على السلامة. يلا تعالي اوريك الحاج الكبير. مالك مكسوفة ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله حق منا ومنكم يا ولدي. أهلا أهلا أهلا. إزيك يابا؟ الحمد لله، بس انتي زي القمر. يا سلام، عرفت اني راجل يا طيب انها زي القمر. من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت، وانا ربنا اخذ مني نعمة النظر لكن بشوف بقلبي، وانتي صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلصت صلاة؟ تعالى يلا. لا مؤاخذة، لو النبي يخليك. شفت مالكش دعوة انت، قوم اعمل لنا شاي وتعالى. الله، انت نسيت الحسن ابنك يا حاج، خلاص كده من لاقي احبابه، ده انا ايدك ورجلك. انت الخير والبركه، ربنا يخليك ليا. يا حبيبي يلا قوم اعمل لك الشاي. حاضر. اتفضل يابا اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلبه ابيض. وانا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه؟ ولا لسه بتفكري؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش. ما قلقش ازاي؟ ده انا ما تقلقيش، اصل ربنا خلقنا في الدنيا دي وفي حاجات مفروضه علينا وحاجات تانية احنا اللي بنختارها، لكن اللي مننا ما بنختارهمش. وما تسأليش نفسك على حاجات انت مالكيش يد فيها. ربنا يطمن قلبك يا رب. عارفة لما تيجي تقعدي معانا هنا هحكي لك كل يوم حكاية. حكاية؟ اصل الدنيا دي مليانة حكاوي، حكاوي تشرح القلب وحكاوي تغم وحكاوي حزينة وحكاوي عجيبة وحكاوي عادية. يا ترى حكايتها تبقى عاملة ازاي؟ الحمد لله على السلامة يا راشد. الله يسلمك يا علو. كفارة. عشت يا غالي. الحمد لله على السلامة، كل حاجة مستعلة لناحيتي. بجد يا علي، أنت مش هتجيب لي أوضة نوم جديدة؟ إيه يا تونة؟ أنت عايزاني أغير الأوضة اللي شافت أحلى أيام عمرنا؟ أمال عايزني أنام على أوضة نوم قديمة؟ لا، ملاية جديدة. أعمل حسابك في ملاية جديدة عشان أنا وأشفر مستني النقطة. صح. نقطة؟ وهي النقطة دي هتطلع قد إيه يعني؟ 10,000 جنيه. إيه؟ قول 20، ده فرح علي روي. والنبي. أو ربنا. ابو هناء معزوم. معزوم؟ انت هتعزم في الفرح تاجر مخدرات وماله؟ خلينا اب فرش، خليها تقلب دماغها. لا وامانه ربنا كمان ابو هناء عم الجدعنه كمان. مساء الخير عليك.
بص على النور والجمال والهنا. واحنا متخانقين امبارح وعاملين فضيحه، اجي الاقي البارتيتا منصوبه هي هي. مالك يا عسليه؟ اعتبريني جوز اختك خلاص. لما يبقى يحصل يا علي. يا جدعان احنا بيتقفل علينا النور بزوق اللي ايه؟ جرى ايه؟ ده انا فرحي خلاص يوم الخميس اللي بعد اللي جاي يا بنت ابويا. اللي اقول لي يا علي، وانت صحيح لقيت شغل زي مفتون يعني بتقول؟ ولا هتضم عليها والبس انا الليله؟ السؤال ده تساليه لاهلك الله يرحمهم. اشتغلت انا ولا ما اشتغلتش؟ خليكي في حالك احسن لك. بتروقي كده يا ست البنات، وتعالي نشوف هنرتب ايه فرح اختك. ومين عارف يمكن الفرح يبقى فرحين. فرحين؟ ليه؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اتجوزك انت يا راشد؟ وماله يعني مش قد المقام؟ مش قد المقام. بس انا ما قلتلكش، انا يوم ما اقول يا جواز لازم يبقى راجل. راجل كسيب. مش بلطجي. يا نهار ابيض، طلعت حرقة قوي يا جدعان، شكلها هي الونش مش انا. Thank you.